لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. الخاص، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للخاص والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في الخاص للمئة جرام، السعرات الحرارية 14 سعر حراري، بروتين 1.4 جرام، كربوهيدرات 2.8 جرام، دهون 15% جرام. القيمة الغذائية في الخاص الورقة صغيرة جدا بوزن 1 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 14% سعر حراري، بروتين 1% جرام، كربوهيدرات 2% جرام، دهون 0 جرام. القيمة الغذائية في الخاص الورقة صغيرة بوزن 8 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 1 سعر حراري، بروتين 11% جرام، كربوهيدرات 22% جرام، دهون 1% جرام. القيمة الغذائية في الخاص الورقة المتوسطة بوزن 10 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 1 سعر حراري، بروتين 14% جرام، كربوهيدرات 28% جرام، دهون 1% جرام. القيمة الغذائية في الخاص الورقة كبيرة بوزن 15 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 2 سعر حراري، بروتين 21% جرام، كربوهيدرات 42% جرام، دهون 2% جرام. القيمة الغذائية في الخاص لوحدة خاص كاملة، زي ما شفنا في الصورة السابقة، بوزن 241 جرام، السعرات الحرارية 33 سعر حراري، بروتين 3.4 جرام، كربوهيدرات 6.7 جرام، دهون 36% جرام. القيمة الغذائية في الخاص لنص خصطية، زي ما شفنا في الصورة السابقة، بوزن 121 جرام، السعرات الحرارية 16 سعر حراري، بروتين 1.7 جرام، كربوهيدرات 3.4 جرام، دهون 18% جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.